نستكمل النقاش هذه المرة مع ضيوفي من القاهرة الدكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، من تل أبيب علي واكد الصحفي المختص في الشأن الإسرائيلي. أبدأ من القاهرة معك دكتور عز العرب، وإن كنت تذكر في مداخلة سابقة كنا فيها كنت تفضل وتنصح حماس أن تقبل، وقد فعلتها حماس، ولكن من جديد بدأنا نرى التعثر أو التلكؤ الإسرائيلي تزامنا مع إطلاق العملية في رفح وأنها مستمرة. برأيك هل هذا موقف حقيقي أم تطمع تل أبيب في مزيد من الضغوطات، خاصة أنها تنكر أن المقترح الذي وافقت عليه حماس هو المقترح الذي وافقت عليه هي والذي وصفته بالسخي؟ تحياتي لحضرتك. مرحبا. يعني من الواضح أن هذه الحرب، حرب غزة الخامسة، واحدة من أقصر الحروب إن لم يكن أقصرها بالفعل تعقيدا ما بين حركة حماس من جانب وإسرائيل من جانب آخر. وبالتالي مسألة تقديم التنازلات هتبقى غاية في الصعوبة وغاية في التعقيد، وده اللي بيفرض أن طوال الوقت أن احنا إزاء من وجهة نظري توازنات ضعف ما بين طرفين وليس توازنات قوة. حركة حماس لديها مبررات كما أشرت حضرتك اللي تجعلها تقبل مثل هذا الاتفاق. أولا، الاعتبار الأول عدم رغبة قيادة حماس في الداخل بشكل أساسي، وكذلك قيادة حماس في الخارج، على عدم تحملها المسؤولية بأنها السبب الرئيسي في تعطيل عجلة أو مسار المفاوضات التي تقود لوقف الإطلاق النار. لأن من الواضح أن مرور أكثر من 210 يوم على هذه الحرب جعل أن هناك خسائر لدى الطرفين، وبالتالي كل طرف. لكن حتى نفهم منك، يعني كيف يمكن أن يكون المقترح قد تغير؟ إسرائيل على لسان نتنياهو استنادا على التصريح الأمريكي وصفته بالعرض السخي، وأن الأمر كله بيد حماس وهي حماس قد ردت. الآن إسرائيل تقول لا، هذا ما لم نتفق عليه، هذا ليس هو المقترح. أولا، يعني التصريحات هي جزء من الحرب النفسية اللي تدور. الحرب ليست في الميدان، وإنما التفاوض السياسي جزء من الحرب، الأداة الإعلامية جزء من الحرب، ما تقوم به إسرائيل عبر الساعات القليلة الماضية للحشد بدرجة كبيرة للإيحاء بأن سمة عملية عسكرية برية وشيكة في رفح، جزء منها تصعيد في الميدان وجزء منها تصعيد في التفاوض. لأن التصور الحاكم أو النسق العقيدي الحاكم لدى بنيامين نتنياهو هو المزيد من التصعيد العسكري، يؤدي إلى النوع من التصعيد السياسي بحيث يقود إلى نوع من تقديم التنازلات لدى حركة حماس. أكثر من ذلك، يعني ماذا تريد تل أبيب من حماس؟ أولا، طوال الوقت إسرائيل لديها كان مجموعة من الأهداف لم تحقق أي منها، وهو ما يمثل المأزق الشديد لبنيامين نتنياهو. إذن هي معركة شخصية، دخلت الحرب. عدنا إلى الحديث عن أنها معركة شخصية لنتنياهو. طبعا جزء منها، ولذلك تجد حضرتك أن بعض الكتابات الغربية وليس فقط الكتابات العربية التي ترى أن حرب غزة الخامسة هي حرب بنيامين نتنياهو. نعم. لأن استمراره فيها جزء منها مرتبط بطموحه الشخصي، لأن هدفه هو إطالة المعارك العسكرية الميدانية وتعقيد المفاوضات السياسية. نعم. لأنه في مرحلة لاحقة قد يؤدي إلى التفكك هذا الائتلاف الحاكم له، ومن ثم خروجه من المشهد السياسي في حال إجراء انتخابات نيابية مبكرة. سيد علي واكد الصحفي المختص في الشأن الإسرائيلي، هل من صفقة؟ هل ستوافق إسرائيل؟ وكيف نفهم أن مكتب نتنياهو يطلق تصريح يقول أن ما وافقت عليه حماس من مقترح ليس هو المتفق عليه، وفي ذات الوقت يرسل وفده إلى القاهرة؟
ويرسل وفد من الخبراء والمهنيين وليس الوفد السياسي الذي يعني مخول باتخاذ قرارات، إن كان بالإمكان أن نقول أن نتنياهو يخول أحد باتخاذ قرار في هذا الملف. يعني مكتب رئيس الحكومة قال قبل قليل أن مجلس الحرب عفوا قبل ذلك تل أبيب ونتنياهو كان قد قال أن الوفد أيا كان خبراء أو ما وصفته لن يعود إلى القاهرة إلا بعد تلقي حماس، وتلقت حماس يرفضه في التصريحات المكتب صحيح. ويذهب الوفد إلى القاهرة، هذا هو سؤالي. نعم، قبل عدة ساعات كان هناك اتصال بين الرئيس بايدن وبنيامين نتنياهو، ونذكر كما في كل المرات يعني بنيامين نتنياهو لم يكن متحمسا بإرسال الوفود لإسرائيل، لكنه اضطر بعد تدخل وضغط مباشر من الرئيس الأمريكي، وهذا هو الذي حصل الآن. حينما يقول بنيامين نتنياهو أن وفد من الخبراء هو يطمئن شركائه في اليمين المتطرف أن إرسال الوفد لن ينطوي عليه أي اتخاذ لقرارات من شأنها أن تفضي إلى وقف لإطلاق النار، لأن وقف لكن ألم يتخذ القرار أصلا سيد علي حتى نفهم؟ يعني حينما يقول نتنياهو على حماس أن تقبل هذا العرض السخي، هذا قبول يعني من جانبنا، نحن فعلنا الذي علينا وحماس قبلت المقترح كما هو، ما الجديد؟ نعم، الآن بما أن حماس قبلت المقترح يقول نتنياهو أن هذا ليس المقترح الذي اتفق عليه في نهاية أو تم التداول بشأنه في نهاية نيسان أبريل الماضي. وبالمناسبة يعني قبل قليل بدأنا نرى تسريبات من مصادر أمريكية تعرب عن غضبها من هذا التلكؤ الإسرائيلي. كان واضح أن بالأمس شعر بنيامين نتنياهو بارتياح حينما لم تعطي حماس ردا واضحا بشأن قبولها المقترح. الآن بما أنه جاء هذا الرد يحاول الجانب الإسرائيلي، وحينما أقول الجانب الإسرائيلي أخص بالذكر بنيامين نتنياهو، أن يجد ثغرات في هذا الرد، وكأن حماس تراجعت عن تفاهمات سابقة. نعم. يقول الإسرائيليون مثلا أن حماس يعني كانت قد وافقت على عدم إصراره على انسحاب الجانب الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي من طريق نتساريم، وهي الآن تطالب بالانسحاب من نتساريم. كانت حماس في المسودة السابقة تحدثت عننا تشترط وقف الحرب فقط في المرحلة الثالثة، الآن هي تطلب أن يكون ذلك في المرحلة الثانية، وهذا تراجع بالنسبة للجانب الإسرائيلي الذي يحاول أن يقول أن ما وافقت عليه حماس وليس المقترح الأخير الذي تم تداوله والذي وصفته إسرائيل والولايات المتحدة بأنه سخي. أنا أنصح بأن ننظر إلى الشارع الإسرائيلي، الآن هناك طرقات رئيسية في تل أبيب تغلق، الآن هناك يعني تظاهرات غاضبة لعائلات الأسرى، بالمناسبة عائلات المخطوفين الإسرائيليين وببيان رسمي رحبت برد حماس، لذلك شعر بنيامين نتنياهو أنه في ضائقة جعلته يقول أن كافة أعضاء مجلس الحرب أي أولئك الذين يؤيدونه وأولئك الذين يختلفون معه يؤيدون الاستمرار في عملية. ابقى معي والناس في غزة احتفلوا، ابقى معي دكتور عز العرب وبعدين سيد علي واكد. أود أن أذهب الآن إلى رفح ومؤشرات لكي نستصحب قضية رفح في الجزء الثاني من حوارنا من غزة، مراسل الحدث الزميل خضر الزعنون، مؤشرات عن استعداد فعلي وإرهاصات باقتراب هذه العملية، تفضل خضر. نعم فعلا سعد الدين، يعني ما أن سمع المواطنون هنا في مختلف المناطق في قطاع غزة من رفح جنوبا حتى بيت حانون شمالا، يعني موافقة حركة حماسة على مقترح يعني الاتفاق وقف إطلاق النار، حتى هبوا ونزلوا إلى الشوارع ويعني ارتسمت على وجوههم الفرحة وأيضا السرور والبهجة، وبدأت الهزيج والأغاني الوطنية الفلسطينية وسط يعني فرحة عارمة ما انتابت المواطن الفلسطيني هنا في قطاع غزة. ولكن في هذه اللحظات المواطنون يعني عادوا إلى يعني أماكنهم سواء في مراكز اللواء أو حتى في الخيام التي يعني هي غالبيتها بها أعداد كبيرة من الناجحين، كل ذلك يترافق مع المواطنون الذين هم يعني هنا لديهم يعني ضجر وملوا من هذه الحرب المتواصلة للشهر السابع على التوالي، هم بحاجة إلى وقف شامل في هذه اللحظات لعملية العملية المتواصلة
في قطاع غزة وهذه الحرب. المواطنون هم بحاجة إلى أن يتنفسوا السعداء وأن تكون هذه الهدنة يعني شاملة وأن تشمل وقف إطلاق النار. ويريدون أيضا من الجانب الإسرائيلي الموافقة على هذه التي يعني أعلنت حماس موافقتها على وقف إطلاق النار. أيضا في قبل من الآن سعد الدين كانت هناك عدة استهدافات من الطائرات الحربية الإسرائيلية في المناطق الشرقية لمدينة رفح كحي التنور وبلدة الشوكة وأيضا منطقة الجنينة وكلها مناطق شرقية. كان الجيش الإسرائيلي طالب المواطنين الذين يقطنون في تلك المنطقة النزوح إلى المناطق الغربية وخاصة إلى منطقة المواطن. تقصد من هم في الشرق رفح أليس ذلك خضر؟ سعد الدين في... نعم تقصد من يقطنون في الشرق رفح؟ نعم شرق رفح طلب الجيش الإسرائيلي منهم منذ ساعات فجر هذا اليوم وعبر مناشير قطعتها الطائرات الإسرائيلية وأيضا عبر رسالات صوتية أرسلها الجيش الإسرائيلي وأيضا هناك بعض الخرائط التي حددها الجيش الإسرائيلي عبر الإنترنت على صفحاته تتعلق بإسرائيليين تطالب المواطنين من المناطق الشرقية من مدينة النزوح إلى المناطق التي يقول عنها مناطق آمنة في منطقة المواصي على وجه التحدي. نعم كان هنالك قصف جوي ولكن خضر هل ترصدون أي مؤشرات برية بالفعل لاقتراب هذه العملية خاصة مع الأخبار التي تقول أنه تم استدعاء لواءين لهذه العملية التي وصفت بأنها ستكون معدودة أي جغرافيا في شرق رفح؟ نعم فقدنا خضر ولكن نقرأ في الخبر العاجل الآن تقدم وصف بالمحدود للمدرعات والدبابات الإسرائيلية نحو رفح. دكتور عز العرب يعني التفكير الإسرائيلي كيف يبدو في قضية رفح هذه مع استصحاب الضغوط التي يواجهها نتنياهو من اليمين؟ هل بالإمكان أن يفعل شيئا هذه الليلة ومن ثم يتفاوض على وقف إطلاق نار أو يقبل أو يدرس الصفقة لأنه تتسارع هذه المؤشرات على فكرة منذ بداية هذا اليوم؟ يعني هو زي ما حضرتك بتقول الأوضاع تتصارع بدرجة كبيرة، هناك سيولة شديدة في الأحداث، أوضاع بالغة التعقيد لدى كل الأطراف، لدى إسرائيل، لدى حماس، لدى القاهرة، لدى واشنطن، وليست إسرائيل فقط. لكن عودة لسؤال حضرتك فيما يخص موقف بنيامين نتنياهو، هو يواجه خيارات كلها صعبة. أولا هناك ضغوط من الائتلاف الحاكم لديه بعدم الموافقة على مثل هذا الاتفاق، لأن وفق مزاعمهم أو وفق التيار الرئيسي داخل مجلس الحرب بأن حماس لم تهزم في تلك الحرب وأن هناك خسائر تعرضت لها إسرائيل والأهداف التي وضعت من أجل شن الحرب لن يتحقق أي من الثلاثة منها سواء فيما يرتبط بالقضاء على البنية التسليحية والصاروخية والدفاعية لحركة حماس أو تحرير الأسرى أو المختطفين أو المحتجزين الإسرائيليين بالتفاوض أو بالقوة المسلحة، كما أن لا زال التهديد قائما في حال ما تم تنفيذ هذا الاتفاق وعودة النازحين من جنوب القطاع إلى شماله، يبرر وفق التصور الإسرائيلي أن الخطر لا زال قائما وعامل التهديد لا زال واضحا، وبالتالي هناك ضغط على بنيامين نتنياهو من الائتلاف الحاكم، هناك ضغط أيضا على بنيامين نتنياهو من جانب الأسر الأسرى والمحتجزين. ومن يجي نشوف منسوب الاحتياجات وأن وسائل الإعلام الإسرائيلية اللي بتحاول تعمل تعمية عما يجري، لأن هناك حركة احتجاج واسعة داخل إسرائيل بتفرض على بنيامين نتنياهو القبول أو التفاوض على الرد الحمساوي بالموافقة في هذا السياق. كذلك الحال بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية التي أشارت على لسان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إنها لا يمكن أن توافق على عمل عسكري في رفح. هناك ضغط من جانب القوى الدولية، فرنسا بتدعو لاجتماع بمجلس الأمن ويدعو إلى الموافقة على ضرورة وقف إطلاق النار، وبالتالي هناك حالة من حالات العزلة على بنيامين نتنياهو وبعض ائتلافه الحاكم اللي هو داعي لعمل عسكري بري في رفح اللي هو هيكلفه
توتر مستدام في علاقته بالقاهرة، هيكلفه ضغوط متزايدة من جانب الأسر الأسرى المحتجزين، تزايد منسوب المعارضة الإسرائيلية على بنيامين نتنياهو اللي يبترى أنه يتحمل مسؤولية ما جرى في 7 أكتوبر، وبالتالي هو في وضع بالغ الصعوبة، وربما يقبل هذه الصفقة ويقدم بعض الثمن السياسي لبعض رموز الثمن العسكري. قبل أن أنتقل بهذه النقطة للسيد علي واكد، الثمن العسكري هل يمكن أن يدخل رفح هذه الليلة أو ما يشي بأنها عملية دخول مع هذه الإرهاصات والتسارع؟ دكتور محمد، يعني لا وجهت سؤال، سأعود إليك، سأعود إليك في رفح سيد علي، يعني سأعود إليك سيد عز العرب، مرحبا. باختصار على هذا الجزء، هل يمكن أن يكون ذلك وارد؟ سيكون هناك أعتقد احتمال مستبعد، لأن عملية في رفح تنطوي على صعوبة بالغة، وبالتالي أنا أعتقد أنه هو عمل تكتيكي وليس عمل استراتيجي. يعني خياره دلوقتي ممكن ليس الدخول لرفح، لأنه ربما يدخل رفح وتكون المفاجأة عدم قدرته على تحرير أي من الأسرى أو المحتجزين الإسرائيليين، عدم وجود أي من الرؤوس والعقول المدبرة لهجمات 7 أكتوبر، جيد، أو لا يستطيع تفكيك الكتائب العسكرية الأربعة لحماس في آخر المعاقل التقليدية. نعم، دعني، هذه نقطة لافتة تشير إليها أنتقل بها. العامل الخسارة أكثر من المكسب. نعم السيد علي واكد، ما الضمانات بالفعل كما قال الدكتور محمد عز العرب؟ يعني إسرائيل بعد كل تجاوزنا يعني 200 يوم وحماس ما زالت موجودة، ما الضامن أن يدخل رفح ويستطيع القضاء على حماس ويرضي اليمين؟ يعني ما الضمانات؟ لا يوجد أي ضمانات. لكي تدخل إسرائيل رفح بعملية برية كلاسيكية واسعة، عليها بداية إتمام إجلاء النازحين من المدينة، نحن نتحدث عن مئات الألاف الذين من المفترض أن يتحركوا شمالا باتجاه منطقة المواصي وخان يونس، وهذا فعليا لم يبدأ. صحيح أن الجيش الإسرائيلي حث الناس اليوم بالتحرك بهذا الاتجاه، لكننا لم نشهد يعني نزوح مكثف يمكن أن يسهل على الجيش الإسرائيلي، لذلك بدأ بالعمليات التي وصفته وبحق التكتيكية بخلق هذه الأحزمة النارية في شرق رفح. هذه رسالة بالدرجة. هل هذا ما يريده ربما دخولا سياسيا وليس عسكريا يحقق الأهداف ويقول أنني أكملت الحرب وانتصرت على حماس ودخلت رفح، وهذا يرضي يعني إيتمر بن غفير؟ لا، لن يرضي إيتمر بن غفير فقط الدخول على رفح. إيتمر بن غفير يريد أن يرى الدماء والكثير من الدماء، ويريد أن يرى اجتياح كامل لرفح، ويريد أن يرى مئات ألاف الجنود في قطاع غزة، ليس فقط في رفح، فقط هذا سيرضيه. بالمناسبة يعني أخطر ما يقوم به بنيامين نتنياهو في هذه الأيام ومعسكره هو تحريك بعض عائلات المخطوفين من ناحية، وعائلات ما يسمى متضررو العمليات التي نفذها فلسطينيون بحق إسرائيليين، للتظاهر للمطالبة بأن يدخل الجيش الإسرائيلي رفح وأن لا يرضخ للضغوط الأمريكية. وهو يعود بنيامين نتنياهو إلى يعني حبه الأول والأخير إشغال جانب في المجتمع الإسرائيلي ضد الجانب الآخر، وتحريض جانب ضد الجانب الآخر، ليقول أن هناك ضغط في الشارع أيضا للدخول إلى رفح وليس فقط لقبول مقترح التوصل. لكن بالنسبة والتناسب، إذا وضعنا ضغوط الشارع والتيار المؤيد للصفقة وضغوط اليمين، والذي بدأ أيضا كما أشرت أنت وحملة الأخبار يحرك أيضا جزء من الشارع، ويتظاهر حتى وزراء في هذه المظاهرات التي تطلب منه أن يدخل رفح، أي كفة سترجح؟ يعني لحسن حظ بنيامين نتنياهو أن حتى خصومه ضعفاء، حينما يوافق اليوم مجلس الحرب على الدخول في عملية في رفح، فهو عمليا ينساق وراء بنيامين لكي لا يتم التعرض له، وكأنه هو يريد الرضوخ لحماس ولمطالب حماس ولحيل حماس. وكما كان دائما بنيامين نتنياهو ينجح
في إسقاط يعني خصومه وشركائه في آن واحد، في فخ حياله السياسية يحدث أيضا هذا المساء، وكأن مجلس الحرب مجمع على الدخول في عملية رفح، بينما حماس تقول أنها توافق على مقترح الوسطاء لوقف لإطلاق النار. السؤال كله هو المفتاح بيد الجانب الأمريكي، متى سينفذ صبر الجانب الأمريكي؟ هذا هو السؤال الأكبر، وحتى الآن يبدو أن هذا الصبر لديه متسع من الوقت قبل أن تنفجر الأمور. ربما في الساعات القادمة يعني نلمس استمرار للضغط الأمريكي على الجانب الإسرائيلي، لكن في كل لحظة يمكن أن نرى يعني تجنيد للاحتياط في إسرائيل وتجنيد للاحتياط، يعني أن الجانب الإسرائيلي حسم أمره، هو يقولها بصراحة، لا يريد صفقة، يريد الاستمرار في الحرب. من تل أبيب سيد علي واكد الصحفي المختص في الشأن الإسرائيلي، من القاهرة أيضا ضيفي الدكتور محمد عز العرب رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، شكرا لكم.